الان دقيقه 1-1 مين حينفذ؟ ريبالين ريفو حينفذ وشوت ويسجل الهلال من قذيفه موجهه ريفاليونيه صاروخيه ساعدت فيها الرياح وكانت عنيفه هي الاخرى ودخلت جول 2-1 بعد 21 دقيقه 2-1 لفرقه الخشيان لاعاقه للخشيان من الهلال وخطا على النصر لصالح الهلال والاهداف هي حلاوه اللعب في المباراه الآن سيبحث النصر عن التعادل وسيبحث الهلاليين عن تعزيز الفوز وإعادة للخطأ اللي احتسبه حكم المباراة لصالح الهلال أداء الفريقين في الشوط الأول كان حلو وخالي من الأهداف الآن هدف للهلال ولا شيء النصر وموسى نداو أشرف قاسم موسى نداو حاصد من ثلاثة من النصر موسى نداو يسجل كرة قوية كرة قوية القادم مباراة على ان كرة العرب بخير انها كرة لا استسلامية وخماسية هلالية 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 رومانية رومانية لاسعاد قائد السفينة البلجيكية افرح الهلال يعود اسعد انه الهلال خمسة قذيفة خمسة بصاروخ خمسة بقذيفة وقنبلة الصام خمسة سجل رادو يدون 5-3 الله على الديربي يا رادوي على الهدف اقتلوني اقتلوني الليلة مش ممكن مش ممكن على الخامس كيف مرت روماني من ام برازيلية بقدم برازيلية بكورة سحرية بخماسية هلالية الله في ليلة ابطال اوروبا الهلال والنصر في عرض يليق بماتش اوروبي 5-3